معرض عمان الدولي للكتاب اللي كان من 5 إلى 15/9، 5000 متر مربع ممتلئة بالكتب من جميع أنحاء العالم وناشرين عالميين ومناشرين أردنيين أيضا. كان عدد القادمين للمعرض 15 إلى 20 ألف شخص يوميا. رح نحكي مع السيد عدنان زهران واللي هو رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير معرض عمان الدولي للكتاب. صباح الخير سيد عدنان. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم. يعني بالفعل عم بحكي أنا وياك وقديش هذا المعرض كان ناجح ومشهود له دوليا. شكرا. هلأ أنا وياك رح نشوف مع بعض تقرير أعدته زميلتنا مي السلاوي عن معرض عمان الدولي للكتاب، ونرجع نتابع حديثنا مع السيد عدنان زهران. ربيع الثقافة العربية هو العنوان الذي اختاره اتحاد الناشرين الأردنيين لمعرض الكتاب الدولي 14 في عمان تيمناً بالربيع العربي وثوراته، إلا أن البرنامج الموازي للمعرض حفل بأهمية كبيرة باعتبار الأمير حسن بن طلال شخصية المعرض. في هذا العام يعني في تميز نوعي من حيث الموقع بداية، أن هذا أول مرة يقام المعرض بمكان متوسط وقريب لكل الناس، هاي ميزة. الميزة الأخرى أنه في يعني عدد لا بأس به من الناشرين موزعين على دول عربية شقيقة. المعرض والله يعني تفاجأت فيه أنه كتير حلو ومرتب، يعني مريح أنه الواحد يجي يتفرج وينقي الكتب اللي بدي إياها، بعدين شامل لكل إشي وفي يعني أشياء كتيرة وجنسيات مختلفة وهيك، فلا كتير إيجابي. خلافاً للأعوام الماضية حين كانت تقام مثل هذه المعارض على أطراف العاصمة الأردنية، أقيم المعرض الحالي وسط العاصمة بهدف تقريب المسافة للزوار وتسهيل زيارتهم إياه. المعرض هذا بالنسبة لي أنا شخصياً كناشر هو نافذة لتعريف المجتمع الأردني بالكاتب المقدسي بشكل خاص والكاتب الفلسطيني بشكل عام، لأنه معظم إصداراتنا إحنا لكتاب مقدسيين وكتاب فلسطينيين. شكاوى مختلفة عبر عنها الزوار، أولها الأسعار المرتفعة للكتب وضعف البرامج الثقافية والأدبية الموازية. الكاتب أو المؤلف يعني بيطلب أسعار خيالية، يعني أسعار كثير غالية، فبالتالي هذا يؤدي على سعر الكتاب صح، وأدي على القارئ إنه بيغلى عليه الكتاب، بس في أسعار كتب برضو رخيصة ومعقولة. المعرض متنوع يعني شتى التخصصات موجودة، لكن عندي تحفظ على الأسعار. معرض بمشاركة 21 دولة عربية وأجنبية يضم 300,000 عنوان في مجالات مختلفة، وتشارك فيه دور نشر أردنية وعربية وعالمية. معرض يكلف نحو 250,000 دينار أردني، يقام على مساحة تزيد على 5,000 متر مربع. لبرنامج دنيا يا دنيا، مي السلاوي. يعني منهنئ الشعب الأردني على نجاح معرض الكتاب هذا، لأنه بيّن أنه المواطن الأردني متعلم ومثقف بنفس درجة التعليم. نعم. شو حقق هذا المعرض؟ المعرض جاء في وقت مناسب جدا. طبعا لما حاجة تيجي في وقتها نتائجها بتكون ممتازة. الحمد لله أهم سبب في نجاح معرضنا الدعم الغير عادي برعاية جلالة الملك لهذا المعرض. طبعا الرعاية الملكية السامية سهلت علينا كل العقبات، وبالتالي هذا أول دعم احنا حصلنا عليه. كيف كانت الرعاية الملكية؟ الرعاية الملكية بخطاب رسمي من جلالة الملك بأنه برعايته الملكية السامية، وطبعا أسباب خاصة منعت جلالته من افتتاح المعرض، فافتتح المعرض رئيس الوزراء مشكورا، وكانت يعني لفتة كريمة من الجميع. المعرض حقق طموحاته بكل المقاييس. نحن كل الناس كانت تعتقد أن المواطن الأردني مواطن متعلم إلى أقصى درجات العلم، وهذا معروف لدى الوطن العربي عامة، ولكن
كانوا يتشككون في هل المواطن الأردني مثقف أم لا. واقع الحال أن المعرض كان تحدي ليؤكد أن المواطن الأردني متعلم جدا ومثقف جدا، وهذا ما حصل بدليل الإقبال الشديد غير المتوقع على هذا المعرض. يعني كنا نعتقد أنه المعرض سيكون كما كانت المعارض السابقة، ولكن بسبب الحملة التسويقية الهائلة والرعاية الملكية أيضا التي ساعدتنا ودعم كثير من الوزراء اللي زرناهم الحقيقة جابت نتائج غير طبيعية. وطبعا الفضل في أنا يعني أشكر كل وسائل الإعلام سواء مكتوبة أو مسموعة أو مقروءة أو منظورة، الواقع أنه ساعدونا على هذا التميز. وبالتالي إحنا ما لفت الانتباه أنه عائلات وأسر بكاملها زارت المعرض، وليس صدفة كل يوم كانت العائلات تأتي بكاملها صغيرا وكبيرا، لأن المعرض كان يحتوي برامج للصغير قبل الكبير. نعم دكتور تفضل. عم بتقول لي انه كان عائلات بكاملها، وكان هذه المره في جناح يعني كبير لا باس به للاطفال. نعم. شو كان عم بيكون هناك الجناح؟ عاده المعارض العربيه لا تحتوي جناح للاطفال بشكل خلينا نسميه متحرك، عاده بعرضوا كتب فقط. نحن ابتدانا طريقه جديده ان يكون هناك مساحه كبيره للاطفال كتحرك حركة. يعني مثلا جلبنا راسمين على الوجوه، جلبنا مهرجين، جلبنا مسرحيين مع الأطفال يشتغلوا مسرح الأطفال يشاركوا معهم، جلبنا مغنيين من يعني من المعروفين، في مش مغنيين مطربين، مغنيين شعبيين لهم علاقة بالطفل. وأيضا في نفس الوقت جبنا مهرج أطفال، وكان يتجول في شوارع في أزقة المعرض، وبالتالي يجلب الأطفال إلى مكانه، يعني يجلبهم جلبا. فعندما تبدأ الفقرة فقرات متتالية كان تقريبا معظم اللي في داخل المعرض يتجهوا نحو جناح الطفل. بالنسبة للمبيعات تفضلت أستاذ عدنان أنه دخل المعرض أول ما بلشته 4000 طرد، 4000 كتاب مش هيك؟ لا 4000 طرد، حجم الطرد مال بورو. احنا متعارف عليه في لدى الناشرين جميعا العرب، يعني فقط العرب، انه بنحط كتبنا ضمن طرود المالبورو الفاضية. فالاربع الاف طرد هم 4000 طرد عبوة المالبورو. اوكي نعم. قديش كبرها هالقد يعني؟ لا اكبر كبيرة. اوكي 4000 طرد رجع منهم بعد انتهاء المعرض فقط 900 طرد. صحيح. يعني بنقدر نقول انه المبيعات كانت 75-80% من الكتب بالمعرض. نعم. انباعت. هذا صحيح. اي اكثر كتب حققت نسبة مبيعات؟ زبائننا نوعين. النوع الاول هو الاكاديمي، العالم، الطالب، الباحث، الى اخره. النوع الآخر هو المواطن. طبعا عشان نكون دقيقين، أكبر نسبة كانت للكتاب العلمي. السبب أنه الأردن يتميز بأنه لديه جامعات كثيرة، ونحن دعونا جامعات من الوطن العربي حولنا. يعني جاءنا من السعودية أهم الجامعات السعودية، جاءنا من العراق أهم الجامعات العراقية، جاءنا من فلسطين. أسوق لك مثلا على جامعة النجاح كمثال مشكورة، اشترت من المعرض 60,000 دينار. هذا رقم يعتبر فلكي بالنسبة لجامعة في تحت الاحتلال طبعا، وجامعات أخرى. جاءنا من السودان، جاءنا من بلدان كثيرة عربية تقتني الكتاب الأردني كما ذكرت أنه مهم. الآن الزبون الآخر أو المواطن الأساسي هو المواطن الأردني، المواطن الأردني، وهذا ما أثبت أن المواطن الأردني مثقف. لم يدخل إلا القليل، لم يدخل أحد وخرج بدون كتاب إلا القليل، وهذا مفاجأة المعرض. إحنا متفاجئين من هذه النتائج، والمعالي أكثر من وزير زار المعرض. يعني أذكر وزيرنا وزير الثقافة كان يعني مستهجن، يعني قضى في المعرض أكثر من 3 ساعات هو وأسرته طبعا، وكان مستغرب أنه المواطن الأردني عم بيحمل كتب رغم ما يقال أنه الأسعار غالية ورغم الظروف الاقتصادية المحيطة وإلى آخره، فكان يقتني الكتاب.
هذا إشي كتير منيح بتعرف بيطمئن، لأنه بهذا العصر صار كتير الواحد بيعتمد على الإنترنت في الحصول على المعلومة والقراءة، ولكن بنضل نقول إنه ما في غنى عن الكتاب الورقي اللي الشخص بيمسكه بإيديه وبيقلب صفحاته. هذه هي العلاقة الفردية الشخصية اللي بتصير بين الإنسان وكتابه. وكمان أنا كتير عجبتني المعلومة واللي حضرتك تفضلت فيها، إنه الكتاب الأردني العلمي بيحتل المرتبة الأولى في الوطن العربي يعني بلا منازع من حيث قوة المادة وجودة الإنتاج. فلهذا السبب يعني أنه كان هالقد مبيعات تتصدر من الأردن لبرا للكتب العلمية. صحيح هذا الكلام، يعني أنا لا أبالغ، هذه معلومة يعرفها كل الناشرين العرب وكل الأكاديميين العرب. الإنتاج الأردني كإنتاج علمي متميز إلى أبعد الحدود، والدليل على ذلك عند لأي سبب من الأسباب إذا تأخر الناشر الأردني في المشاركة في معرض عربي يستجلب بالقوة، يعني يجب أن تحضر، يجب أن تحضر. حتى في بعض الأحيان كانت التسهيلات، يعني مثلا أنه هلأ أنت كنت أنت بالتليفون مع اليمن يمكن؟ أنا نعم هلأ. شكرا. الإخوان اليمنيين مثلا هم تأخروا مش إحنا لأسباب الداخلية اللي عندهم، فما استطعناش إحنا نشارك مبكر. أيوة. لسبب معرض عمان الدولي ولسبب معرض الجزائر الدولي. اتصلوا عدة مرات آخر بالأمس، اليوم الصباح أنا اتصلت في مكتب الاتحاد أرسلوا خطاب أنه إحنا مستعدين نشحن لكم بدون مقابل ونعمل لكم إخراج البضاعة في مطار صنعاء الدولي بدون مقابل، بس تعالوا أنه تشاركوا بمعرض اليمن للكتاب، لأنه بدون الكتاب الأردني أي معرض حتى معرض القاهرة الضخم الكبير التاريخي الكبير 48 دورة تقريبا لا يمكن قطاع النشر العلمي أن ينجح بدون وجود الناشر الأردني، وهذا إشي كتير بيرفع الرأس. نعم بيرفع الرأس يعني. نعم. بيرفع الرأس. شكرا سيد عدنان الزهران رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين، وكذلك مدير معرض الكتاب معرض عمان الدولي للكتاب. نحن كتير منكون فخورين بالكاتب الأردني والكتب العلمية الأردنية، وكذلك بإقبال عائلات كاملة على هذا المعرض. أنا لي مطلب قبل الإغلاق مهم جدا وأنا محمل رسالة به وندعو له. المعرض نجح نجاح باهر بسبب الموقع، يعني كان بالجامعة الأردنية أسباب كثيرة في كلية التربية الرياضية. للأسف الشديد إذا تغير الموقع مزبوط لن ينجح المعرض القادم، وبالتالي أنا بناشد كل الناس أصحاب العلاقة من مسؤولين وأناشد جلالة سيدنا أنه يكون في مجمع للمعارض في الأردن. لا يوجد مجمع معارض على الإطلاق، وهذه مشكلة بعاد الموجودين. نعم كل سنة نحن في مكان، السنة هذه نجح في المدينة الرياضية، ربما السنة القادمة يكون في مكان آخر، وهذا خلل كبير جدا يؤثر على الموقع على المعرض الموقع وعلى الثقافة الأردنية. إن شاء الله هو العام القادم أن يكون كمان بنفس الموقع، نفس الموقع أشياء يقدروا الناس يوصلوه بسهولة. أتمنى ذلك. وللعلم إحنا أخذنا الموقع هذا مش بدون مقابل، دفعنا 15,000 دينار دعم للجامعة الأردنية. وافقوا بدون دعم، لكن إحنا وجدنا أنه من المناسب أنه الجامعة الأردنية تكون شريك لنا في هذا الأمر. شكرا شكرا سيد عدنان الزهران، وأهلا وسهلا فيك. ألف شكر لكم. شكرا وإن شاء الله رؤية دائما في رؤية المواطن الأردني.